عاوز كافيه ومطعم وخروجة تكون على جبل وربوة جبلية عالية، ومش بس كده، ده كمان في قلب القاهرة الكبرى، لا هتضطر تركب طيارة وتسافر بقى على الخليج، ولا حتى هتروح العين السخنة وتبقى شايف القاهرة كلها من فوق وفي مكان كلنا عارفينه. يبقى الفيديو ده علشان يلا بينا نبدأ الفيديو مع بعض. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وكومنت، تكتب تشوف حابب نروح جولات فين تانية مع بعض، وتدوس على زر سبسكرايب وتفعل زر التنبيه علشان يوصلك كل جديد من قناتي وتدعموني ان انا استمر. ويلا بينا نبدا الفيديو مع بعض. طبعا انتوا كده من الدخله بتاعه الفيديو ابتديتوا تعرفوا احنا رايحين على فين. احنا يا جماعه رايحين على المقطم في القاهره. المقطم بصراحه يعني عايزين نحيي جدا جدا اللي عاملين الطريق الجميل ده، ان هم ابتدوا يوضبوه بالشكل الجميل ده بحيث ان هو يكون لايق بمكانتنا. وكمان ابتدوا يطوروا من المنطقة جامد جدا، وابتدوا يعملوا كافيهات ومطاعم وأماكن كتيرة جدا سياحية في المنطقة، وإن شاء الله نغطيها الفترة الجاية. فزي ما انتم شايفين كده احنا بنبدأ بقى ان احنا ندخل كده على المقطم ونطلع بالعربية درجة درجة بحيث نبقى على أعلى ربوة جبلية، ونبدأ نروح المكان اللي احنا هناخد فيه الجولة مع بعض وأعرفكم كل حاجة فيه. زي ما انتم شايفين بقى يا جماعة في بيوت وفيلل كتيرة جدا وقصور موجودة في المقطم وعلى أعلى ربوة جبلية موجودة فيها. وطبعا بقى المنطقة هناك كلها فيها مطاعم وكافيهات ومدارس ومحلات وكل حاجة. زي ما انتم شايفين كده خلصنا الطلعة بتاعت الجبل، بعد كده بنلاقي اللي هو توكيل ديفاكتو، بعد كده بنلاقي الكوسيبي بتاع العصير، بندخل بقى الشارع ده وهو ده الشارع اللي بيؤدي للمكان بتاع الجولة اللي احنا رايحين عليها دلوقتي. وحبينا برضو قبل ما نوصل للمكان اللي احنا رايحينه ان احنا نركن العربية وننزل كده نعمل لكم زوم ان وزوم اوت على القاهرة كده من فوق، ومن ضمنها برضو زي ما انتم شايفين كده قلعة صلاح الدين الايوبي. طبعا كنا عاملين عنها فيديو قبل كده في الاول خالص في القناة لو حابين ان انتوا تبصوا عليه وتتفرجوا عليه. وطبعا يعني في المنظر او الفيو اللي انتم شايفينه ده طبعا حاجة جميلة جدا من بعيد قوي. احنا على فكرة على ربوة عالية جدا، بس طبعا يعني مش هيبان قوي الا بقى لما نروح المكان اللي احنا هناخد فيه الجولة دلوقتي مع بعض. بس حبينا كده نفرجكم على يعني منظر سريع كده وناخد الجولة بعد كده مع بعض. طبعا المكان اللي احنا رايحينه اسمه مطعم وكافيه تلال. طبعا هو اسم على مسمى، على ان هو على تلة عالية او على ربوة جبلية عالية. طبعا مكان حلو قوي يا جماعة، يعني ينفع للعائلات، ينفع للصحاب، ينفع للديتينج، ينفع لحاجات كتيرة جدا، مناسبات، كل حاجة بتتعمل في المكان ده. بصراحة مكان جميل جدا. طبعا يعني مش كل الناس عارفاه، هو لسه جديد فاتح تقريبا بقاله يعني سنوات معدودة جدا بسيطة. مكان حلو قوي يا جماعة وهنتفرج عليه دلوقتي مع بعض طبعا، وهفرجكم على مصر كلها من فوق، على برج القاهرة وعلى المتحف القومي للحضارات بالفسطاط. كل الكلام ده باين من عند المكان اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. هنتفرج على منظر الغروب بتاع الشمس، وهنتفرج على كل حاجة بالليل كمان، ونتفرج على الإضاءة بتاعة المكان والأسعار المكان ايه والمأكولات والمشروبات والكلام ده كله. وطبعا المكان زي ما انتم شايفين كده بيتقسم لقسمين، جزء منه يعني اوت دور والجزء منه تاني اندور بالشكل اللي انتم شايفينه ده. دي القاعة بتاعة الاندور، دي طبعا قاعة مكيفة عاملينها علشان خاطر لو الجو حر او الكلام ده كله، وبرضه بيبقى شايف منها الفيو كله وانت قاعد مثلا هتشرب حاجة او هتاكل حاجة، كل الكلام ده افيلابل عادي جدا. وطبعا زي ما انتم شايفين كده عاملين الديكوريشن حلو جدا، وطبعا منظر الغروب مع القاهرة كلها من فوق حلو قوي. بس طبعا مهما حاولنا ان احنا نعمل زوم ان علشان خاطر نشوف كل المعالم الصبح مش هيبان قوي. بس كمان شوية هفرجكم على المتحف القومي للحضارات بالفسطاط من على المقطم او من على الفيو اللي انتم شايفينه ده. لو شايفين البحيرة اللي هناك، المية دي هي دي بقى اللي هي بحيرة عين السيرة بتاعة المتحف القومي للحضارات بالفسطاط. حتى لما هنعمل زوم ان دلوقتي برضو هتلاقوا ان المتحف شكله واضح جدا، اللي هي القبة الهرمية اللي موجودة دي اللي هي ورا البحيرة على طول، اللي هو المبنى اللي لونه كريمي او ابيض ده، ده كله المنطقة بتاعة المتحف او المتحف ككل. وزي ما انتم شايفين بقى كل العمارات والبيوت والحاجات دي كلها في القاهرة كلها باينة تقريبا من فوق.
وبعد كده هنبدأ بقى يعني ندخل بقى يمين كده شوية بالكاميرا علشان يبدأ بقى الأوتيلات كلها اللي موجودة على النيل، منها بقى هيلتون رمسيس بقى وسوفيتال والكلام ده كله، وكل الأوتيلات بقى اللي هي على النيل كلها واضحة جدا، هي المباني بقى العالية اللي انتم شايفينها دي كلها، وطبعا غروب الشمس تحفة. بصوا احنا قريبين ازاي، يعني ما عملناش زوم ان قريب قوي. بصوا برج القاهرة يعني حاجة في منتهى الروعة، كل القاهرة باينة من فوق. وبعد كده بقى سيبكم مع المنيو الرائع اللي هو الرسومات اللي عليه من بره، كانت برضو لمعالم القاهرة كده، اللي هو برضو حاجة يعني يدل على وصف المكان. زي ما انتم شايفين بقى طبعا المطعم بيبقى ليه ثلاث يعني اوقات، فطار وغدا وعشاء. تمام. وفي بقى كل انواع الفطار اللي تتخيلوه لا تتخيلوه، في بقى كل انواع العصاير والكوكتيلات والمشروبات الساخنه والمشروبات البارده ومشروبات القهوه البارده والساخنه برضو، وكل الميلك شيكس والكلام ده كله، وجميع انواع بقى القهوه اسبريسو وتركي والاضافات بقى والكلام ده كله، كل ده موجود. طبعا الاسعار يعني هي مش رخيصه خالص، انا اقول لكم الاسعار بتاعتها من وسط غالي الى غالي شويتين. تمام. بس طبعا كل مكان للناس اللي بيروحوه او المترددين عليه، واحنا بنحاول ان احنا نعرض كل حاجه، في اماكن بتبقى رخيصه، في اماكن بتبقى غاليه، في اماكن بتبقى وسط، فطبعا كل واحد بيختار المكان اللي يناسبه، وكل مكان طبعا بيبقى ليه الاسعار بتاعته، سواء بقى مثلا يعني لو في اماكن في الساحل بتبقى مثلا اسعارها غير اللي هي في القاهره في وسط البلد، غير اللي بتبقى على المقطم، غير اللي بتبقى على النيل، غير اللي في التجمع، كل حاجه ليها سعر مختلف. طبعا المطعم مش بس ان هو بيقدم اكل اورينتال، لا بيقدم كمان اكل غربي واكل لبناني واكل ايطالي وطواجن واكل مصري وكل الكلام ده كله، سلطات وشربات والكلام ده كله، كل المنيو يعني متاح فيه اغلب الحاجات اللي انت ممكن تتخيلها. فبصراحة هو منيو متنوع وجميل، وانا يعني ايه عرضت كل الاسعار قدام. تعالوا بقى ندخل في المهم واقول لكم على المنظر الجميل ده، طلبنا ايه وكان ايه. طبعا احنا جبنا 2 شوايه ميكس جريل، كان فيها شيش طاووق وكان فيها كفته وكان فيها سجق وكان فيها كباب وريش وحاجات زي كده، ميكس كله يعني. وطبعا في سايد ديش معاها اللي جاله رز ابيض بالشعريه واللي جاله بطاطس، وطبعا طلبنا رز معمر رائع يا جماعه، بيعملوه تحفه بجد، لازم تجيبوه من هناك. وعملوا برضو ورق عنب، ناس طلبته من صحابنا. فبصراحه الاكل كجوده لا يعني بصراحه اديله 95%. وكده بقى الجو ابتدى يليل علينا شوية شوية، وابتدى بقى المكان ينور الإضاءات بتاعته علشان تبدأوا تشوفوا الإضاءة بتاعت المكان عاملة ازاي بالليل، وكمان تشوفوا المنظر بتاع القاهرة من فوق برضو بعد ما الأنوار ابتدت تنور كده بالتدريج. بصراحة فايبس مختلفة خالص، وأنصح أي حد بأن هو حابب يطلع برا جو المولات وبرا التجمع وبرا النيل وبرا الكلام ده كله، ان هو برضو يروح المقطم ويجدد هناك، وخصوصا ان هو المكان اتوضب جدا وبقى فيه اماكن ينفع ان احنا نخرج فيها من غير ما نبقى قلقانين، وتبقى اماكن امنة للناس كلها. فبصراحة يعني مكان جميل جدا، وانا من محبين هذا المكان. زي ما انتم شايفين كده بقى، بصوا المكان ابتدى لما نور ابتدى بقى يبان اكتر الشياكة بتاعته، يعني هو فعلا مكان تريشيك جدا يعني رائع بصراحة، يعني هو شبه الفيلا كده او شبه القصر، وعاملين المطعم بقى والكافيه وكل الكلام ده كله في المكان كله على الربوة الجبلية العالية اللي انتم شايفينها دي. وساعات على فكرة في الشتاء بقى بيعملوا زي كده بومبهات، بتبقى عبارة عن بلاستيك كده، بتبقى زي الكافيه في اسكندريه، كنت مصورها لكم قبل كده في فيديو برضو، للناس اللي هي ايه بتحب تتدفى جوه الاماكن البلاستيك دي في الشتاء، او علشان خاطر المطر والكلام ده. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص والجوله بتاعتنا خلصت، اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من قناتي، وتدعموني ان انا استمر، وما تنسوش تكتبوا لي حابين نروح جولات تانية فين. ميرسي جدا ليكم، اشوفكم فيديو جديد، باي باي.